وصل صوتك. جي حذانا سيد كمال مرجان، رحبوا بي في ميدي شو. مرحبا بك سي كمال. بارك الله فيك، دائما سعادة باش نكونوا معاكم ان شاء الله. سعادة باستقبالك ايضا. اليوم رجع اسمك في 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 برشا مجالات للحديث. كالعادة انت موجودة هنا باش نحكيو هكا في كل موضوع، في كل موضوع بطبيعة نحاولوا نوضحوا الامور. به بالنسبة للموضوع الاول، هو خلينا نبداو باخر موضوع، هو كتاب ليلى بن علي حقيقتي، اللي معناتها كان عندك نصيب فيه في الكتاب هذا. ما نعرفوش هو معناتها ليلى بن علي، ساعات كي تجبد على عبد بالباهي بالعاني تحب الضر، وساعات كي تجبد على عبد الخايب بالعاني تحب تمنع، وما نعرفوش المنطق اللي جبدت، ولكن قالت كلام كان يدور في الساحه السياسيه وقتها، اللي هو كمال مرجان كان هو خليفه الرئيس بن علي وبالتفاق مع امريكا، وكنت رجل امريكا في تونس، واكدت ليلى بن علي هذا. به فما جانب انه ليلى بن علي حبت توري روحها انها ما كانتش مرشحه لرئاسه الجمهوريه، وحطتك انت كبديل، بالعكس قالت انا كنت موافقه على كمال مرجان. به خلينا نكمل المعطيات. السيد المزري الحداد سفير تونس السابق لدى اليونسكو قال ليلى بن علي كذبت في موضوع كمال مرجان، بمعنى ليلى بن علي كانت هي تحب تشد رئيسها حسب ما قال هو، وجه لها رساله، وكانت معترضه على كمال مرجان، بمعنى هو يؤكد انك كنت مرشح من طرف الرئيس بن علي وانه ليلى كانت معترضه. هذه الصوره حسب ما شفت نها كامل من البازل سي كمال. الله يشوف. اولا الكلام كثر في الموضوع هذا منذ البدايه. انا رجعت لتونس سنه 2005. الشيء اللي نحب ناكده معناها الساده المستمعين والشعب التونسي الكل، انه لما رجعت ما رجعتش لا بشرط ولا بقيد ولا بوعد. انا وقع طلب انه نرجع باش نخدم بلادي، و حياتي عديتها كما تعرفوا الكل في الحياة الدولية، ورجعت اعتقادا أنه فما إمكانية باش نساهم في إعانة ومساعدة تونس، وبالتالي الموضوع ما كانش مطروح. وبكل صدق فوجئت كما البعض اللي نجموا قراوا ما جاء في هذا الكتاب. نحن نقول أني ما قريتوش الكل، ما عنديش، ما شفتش الكتاب، لكن شفت الإكستريل اللي في الانترنت، الخمسين صفحة الأولى اللي تذكرت فيهم مرتين، وخاصة بالنسبة للموضوع هذا متاع الخلافة. الشيء اللي نحب نأكده أنه فاكر الوقت هذاك اللي يجبدوا الموضوع هذا ما همش بالضرورة ناس اللي يحبوا لك الخير. والشعب التونسي يعرف أنه كي خرج الكلام خرج بكثافة كبيرة، وما كنتش أنا الأول. أنا هناك شخصيات تونسية أخرى قبلي أنا تخرج فيها نفس الكلام، والناس تعرف شنو صار صررها بعد ذلك. ما نحبش نذكر الاسماء، ولكن نتصور انه برشا يعرفوها. اي بعد اذنك سي كمال، هذاك اللي معناتها برشا قالوا اي واحد يترشح للرئاسه يختفي الا سي كمال مرجان. معناتها لا، انا ما ترشحتش للرئاسه، رشحوني. اي واحد يتذكر اسمه في الكواليس تحب تضر وزير قرى ومرشح للرئاسه. ما خليني باش معناها كما هي قالت الكلام هذا، وانا نعرف شو نقول. مهما كان الهدف، الناس الكل تعرف انه صارت محاولات كبيرة معناها بما فيها استعمال الطريقة هذه. ونحب نقول الآن للشعب التونسي أنه 9 شهور بعد ما روحت لتونس، ولما كثر الكلام هذا خاصة في الانترنت ودي معناها صفحات ودي سيت وكذا، اغتنمت فرصة. كان عندي لقاء مع الرئيس السابق كما يصير بالنسبة لوزير الدفاع كل شهر كل 6 أسابيع. في آخر لقاء قلت تسمح لي، فما موضوع خارج على العمل العادي للوزارة وأمر شخصي نحب نحدثك فيه، وجبت له الموضوع. قلت الأمور هذه كثرت ونحب نأكد أن ما عندي حتى دور فيها. أعتقد هي هذيك ربما اللي خلتني مقارنة بناس آخرين منعت من الشيء اللي كانوا يحبوه ناس آخرين بما فيهم. بطبيعة الحال أنا متأكد أنه هي عندها علم بهذا، وأنه الشيء اللي كان يتقال كان بقصد أنه حتى وكان هو كانت عنده فكرة ما تصيرش وما صارتش. وانا متاكد انه ما نعرفش اذا كان فكر ولا ما فكرش في هذا، لكن شيء نحب ناكده مره اخرى وبكل معناها صراحه، انه لم يطرح الموضوع ابدا ولم يفتحه معي ابدا. وباش نقول لكم انا معناها تذكروا مليح عام 2006 وقتاش بدا الكلام على اعاده الانتخاب ل 2009. كان في جويلية 2006، وكنت أشرف في ذلك الوقت على مهرجان في مدينة بمبلة من ولاية المنستير، في مهرجان
سالم بوحاجب. وفوجئت في آخر الاستعراض، عملوا استعراض شبابي ووقفوا مجموعة من الشباب وحملوا لافتات بن علي 2009. أعتقد أنه هذاك الكل كان داخل في نطاق، أنا ربما خاطر الكلام هذاك طلع، الحل الوحيد هو بطبيعة الحل المناشدة من جديد، وهذاك نفس الشيء اللي صار في بعد الانتخابات تاع 2009. لذا معناها هي تقول الكلام هذا تتحمل مسؤوليته. وعلى كل حال أنا أعتقد أنه هذا الآن أمور متاع ماضي، وأهم أنه الإنسان اليوم يفكر في المستقبل ونفكره في مستقبل البلاد مهما كان الوضع. ولكن مرة أخرى نزيد نأكد لم يحصل هذا أبدا مع الرئيس السابق. أمور ماضي، ولكن أحيانا ترجع وتنجم تأثر. هل تنجم تأثر على المستقبل مع إشاعات كما هذه؟ وتعرف الإشاعة تصدق بسرعة وتكذب بصعوبة معناتها. شوف الإشاعات نخلي الشعب يحكم، والناس اللي تفهم خاصة الألاعيب السياسية اللي كانت موجودة في تونس في ذلك الوقت، معايا أنا ولا مع غيري، مع كل إنسان ربما يمكن يحمل شيء جديد ونظرة جديدة للبلاد. اليوم القضية مش قضية كمال مرجان وموقفه، أنا فعندي واجب أعتقد أني قاعد قايم به اليوم في نطاق هذا الحزب وفي نطاق ما يمكن أن نساعد فيه بلادي بدون أي هدف شخصي بالضرورة، وخاصة مش الهدف اللي ربما هي حاولت معناها تمسه بمثل هذا الكلام. واضح. باش نمشيو للموضوع الثاني اللي هو كمال مرجان، كما قالت جريدة المغرب متهم بالخيانة العظمى، وانه نهار 12 جوان 2012 تم الاستماع ليك من طرف سيرفيس سيكوريتي تونسي من اجل التهم بالباسبور، معناتها انك هزيت الباسبورات، بعثت الباسبورات لبن علي، وهذا ما يعتبر خيانة عظمى. هل صحيح الكلام هذا؟ شوف ربما أنا هو يظهر ان هذا انني ذكرت 3 مرات في الكتاب اللي نتحدثوا فيه. الحقيقه ما شفتش المره الثالثه، ما شفتهاش، ما زلت ما عنديش علم شنو هي المره الثالثه، لكن المره الاولى ذكرناها الان تحدثنا فيها، المره الثانيه ذكرت فيها هي في قضيه الجوازات. والشيء اللي انا ما حبيتش نقوله الى حد هذا الوقت وتحملت مسؤوليتي فيه اعتبارا لما اشعر به من نظرتي للدولة، وخاصة واجب معناها عليا باش فما أشياء نقولها في وقته وأشياء ما نجمش نقولها، لكن هي ربما بدون ما تقصد باش تساعدني في هذا وضحت الأمور. يعني ما قالتش كمال مرجان خذ القرار باش يعطينا الجوازات، إذا كان تقرأوا النص هي تقول أنه الرئيس السابق كلم مسؤول آخر في الدولة وطلب منه الجوازات، وزير الخارجية بعثهمنا بعد نهارين عن طريق الدبلوماسي. أنا بطريقة دبلوماسية أولا ما مشيتش أنا باش نهزهم، ما ناش محتاجين لهذا. ثم العلاقة اللي كانت موجودة معنا بين السلطة وقتها والرئيس السابق في جدة كانت بطبيعة الحال عن طريق البروتوكول أو المراسم الملكية، خاصة بطبيعة الحال البروتوكول بتاع الرسمي، وبالتالي الجوازات وصلوا له على عن هذا الطريق وعن طريق بطبيعة الحال القنصلية العامة لتونس بجدة، ولا أنا هزيتهم. وإذا كان خذيت القرار ما خذيتوش وحدي، بل بالعكس يعاب ربما على هذا القرار أن من ناحية القانونية ما كان فيه حتى إشكال، لأنه إلى تقريبا يوم 21 جانفي لم تتصل وزارة الخارجية بأي شيء يفيد بتتبعات ضد الرئيس السابق. يوم لجأت مراسلة من السيد وزير العدل فيها قائمة طويلة ما فيهاش كان الرئيس السابق وزوجته، فيها ما يقارب على 80 شخص، وطلب مني في ذلك الوقت أن أراسل الحكومات الأجنبية وأعلامها بأنه تقرر متابعة هؤلاء الأشخاص سواء كانوا في تونس أو خارج تونس، باش يكونوا على علم. بطبيعة الحال بعثنا نسميها نوت فيربال أو مذكرة دبلوماسية إلى كل الحكومات، وفي نفس الوقت طلبت من المساعدين متاعي باش يخرجوا لي في القائمة هذيك، لأنه سيد وزير العدل ما قاليش لا نحي جوازات ولا ما تنحيش، لأنه ما كانش يعرف شكون عنده جواز وشكون ما عندوش، وثم مش مسؤوليته. طلبت من
البروتوكول وقتها باش يخرجوا لي القائمه نتاع الاشخاص اللي عندهم جوازات سفر دبلوماسيه، لانه هذاك اللي يعنيني انا مش الجوازات العاديه. الجوازات العاديه كما تعرفوا حق من حقوق المواطن، بينما جواز السفر الدبلوماسي هو اون فافور، معناها نعطيوها لاشخاص معينين وحسب القانون. معناها فما امر يوضح شكون عنده حق في الجواز خلال العمل نتاعو وبعد العمل نتاعو. على كل حال خرجنا القائمه فيها ما يقارب على 30 شخص، وبعثنا مذكره ثانيه اعلمنا فيها السلطات الاجنبيه نتاع عدد كبير من الدول على انه هذه الجوازات الغيت بما فيها الجواز نتاع الرئيس السابق. وشيء نحب نقوله اني كنت اول شخص، حتى ولو اعطينا الجواز هذايا كما قلنا ولكن مش بقرار من وزير الخارجيه، هذا شيء نحب نعاود ناكده، اعطيناه صيفته الجديد. انا كان الجواز هذاك اول مره يشوف فيها انه اصبح رئيس جمهوريه سابق. والناس اللي ربما ما تصدقش هذا معلوم اللي يشوفوا الجريده الرسميه للاتحاد الاوروبي بتاريخ 3 فيفري 2011، وتو يلقاو انه الاتحاد الاوروبي خرج على الجورنال اوفيسيال نتاعو او الجريده الرسميه نتاعو ما يفيد بذلك، والغاء في الواقع مش الجواز السفر هذاك برك، حتى الجواز السفر الاولاني اللي كان مازال معناها صالح الى ديسمبر 2011، وتو يلقاوها على الجريده الرسميه. وهذا ما يؤكد بالفعل انه قمنا بالعمل هذا. ربما يعاب، كان يمكن يعاب عليا لو انا خرجت من وزاره الخارجيه ولا جاتني مراسلة من وزارة العدل في هذا الشأن ولم أقل بالواجب. أعتقد أني قمت بواجبي، وأترك للجميع بطبيعة الحال أنه كل واحد يتحمل مسؤوليته فيما حصل. واضح. هو سيد كميل مرجين، معناتها أنت جبت جانب قلت قانونيا، هو قانونيا القرار صحيح، ولكن مثلا نجم نقوله قانونيا ما كانش على طروني انه شد طرابلسيه مثلا، لانه ما كانت حتى تهمه ضده. لا صحيح، معناتها لو كان نمشيو بالقانوني برشا حاجات صاروا الان بطولات ولا معناتها في نظر ناس غير قانونيين انك تخرج عباد من طياره ولا تمنحهم السفر وقتها. لا هذا هذا ما نشكش فيه بطبيعه الحال. فما اذا كان انسان ماشي يتحاسب على شيء او الاخذ القرار، خليني نعاود راني مش انا خذيت القرار. انا ماذا بيا نعرف منين جاك الامر وقتها. الامر قلته هي في الكلام تاعها، معناها ما عليكم الا ترجعوا للنص اللي قالت، وطلب منين جاء. ما طلب ما جانيش لي انا لا كتابه ولا هاتفيا، والمصالح المختصه من الوزير الاول بطبيعه الحال، من الوزير الاول محمد الغنوشي اللي قالت زاد انه جمعه كامله وقعد على اتصال بن علي. هذا ما نعرفش الحقيقه، ماذا شيء ما نجمش ناكده، يعني ما عنديش علم بهذا. وانا خرجت من تونس معنا يوم 17 معنا مباشره وقت مشيت الشرم الشيخ لتمثيل تونس في القمة العربية الاقتصادية. لكن الشيء الوحيد اللي نحب نأكده مرة أخرى أنه من ناحية القانونية سليم وكلامك صحيح، من ناحية السياسية هل ترى كان ممكن معناها نعطيه الجواجات هذيك ولا لا، هذا بطبيعة الحال شيء حكم عليه سياسي مش حكم قانوني. وبالتالي معناها قضية أنه معناها الترايزون وكذا ربما شيء الناس اللي كتبوه ما همش حقوقيين باش يعرفوا شنو معناه الترايزون. الترايزون بتنجم تكون الا اذا كان الانسان باع بلاده ومعناها وكان عنده كونيفانس مع حكومات اجنبيه الى غير ذلك، وهذا ما كانش. وبطبيعه الحال خلي الزمان مش يحكم في هذا. يعني السيد الوزير الاول محمد غنوشي اعطاك امر باش تسلم الجوازات، هل تعتبر اليوم انك بتنفيذك للامر يعني كنت قانونيا في موقف سليم ولكن اخطات سياسيا؟ سيد كامل مرجان، هل تعتبره خطا سياسي من طرفك؟ ممكن، معناها هذا نخلي فيه الحكم للجميع. وخليني نقول حاجه، معناها هو كي خرج من تونس باش خرج بدون باسبورات، وقبل في السعوديه بدون باسبور، واذا كان مش يمشي لاي مكان اخر مش يمشي المكان اللي هو مش يحتاج فيه الباسبور. ما كنا عارفين هذا، واحنا كان خوفنا، خلينا نكون واضحين، كان خوفنا بالنسبه لامن البلاد خاصه وحصول الثوره وقتها وما ممكن ان ياثر في الثوره، كان خوفنا انه بلاد وحيده ينجم يرجع يمشي لها وتصير فيها هكذا. فخليني نقول انه اذا كان قرر باش يمشي للبلاد هذيك كانوا باش يطلبوه في جواز سفر وباش يدخل به. والجواز السفر حتى ولو كان عنده جواز سفر باش يمشي به لفرنسا، انا نحب نقول هنا للشعب التونسي انه اليوماري ميشيل اليوماري كلمتني بعد تقريبا اقل من ساعه من خروج الرئيس السابق،
وتقول لي بالحرف الواحد انه تقرر انه ما تفكر وقتك صار برشا كلام على اساس انه الطائره هبطت في مالطا وبعد اتجهت للشمال وفما شكون يقول ماشي لانه بيرلوسكوني صديقه ماشي لايطاليا فما شكون قال ماشي لفرنسا نظرا للعلاقه مع ساركوزي الى غير ذلك. واعلم بعد اقل من ساعه انه الحكومه الفرنسيه اخذت قرار بعدم السماح للطائره لو تقدمت الى الاجواء الفرنسيه بعدم قبولها معناها. وبالتالي الخيار بالنسبه لاي دوله كان ينجم يمشي لها كان واضح من وين ماشي يكون، وكان نجم يكون الا مع اشخاص ومع رؤساء اللي فما علاقه خاصه اللي مش باش يطلع له للمطار باش يقول له اعطيني جواز سفر ولا اعطيني باش نجم تنزل. والمثال كما قلت لك هو بالنسبه اللي لما نزل في العربيه السعوديه كان مفروض اذا كان باش نطبقوا القانون انه يرجع. وبالتالي الحقيقه ما نجمناش قضيه الجوازات هذه والانسان ما يلزمش يتصورها انه وكانها مفتاح الجنه والجواز السفر دبلوماسي. جواز السفر دبلوماسي ما يعطيش معنى الحال، الشيء الوحيد ربما اللي في بعض الحالات ينفع هو انه من غير فيزا، ولكن ما حتى الحمايه مش حمايه كامله، حمايه دبلوماسيه ما تكون كامله الا اذا كان كنت معتمد لدى الدوله، انما الباقي قضيه متاع معنى اكثر منها تقاليد دبلوماسيه اكثر منها شيء اخر. واضح. هو سيد كمال مرجان توا مفتوحه قضيه في الحكايه هذه معناتها ولا لا؟ ليس لي علم بذلك. وهذاك علاش الحقيقه جريده مثل جريده المغرب اللي نعتبروا انها في مستوى راقي وفيها صحفيين معناها في مستوى مرموق تخرج اخبار كما هكا بدون ما تطلب معناها حتى تتاكد من المعني بالامر. انا لم يقع استدعائي. الشيء الوحيد اللي نعرفه عن طريق السيد وزير الخارجيه لانه اعلن عنه انه في داخل وزاره الخارجيه كان كونت لجنتين، لجنه نظرت فيما يسمى بالفساد في داخل الوزاره، واعتقد انه مؤكد ما تكونش من داخل الوزاره، انا متصور انها تكون من دائره محاسبات او من الماليه. ويظهر انه هذه معناها ما فما حد ما فيها ما سمعناش النتائج نتاعها شنو فيها. واللجنه الثانيه هي لجنة داخلية للوزارة باش تنظر في قضية الجوازات هذه، وفي حتى في هذه بطبيعة الحال لم يقع استدعائي ولا يمكن استدعائي لأني لا يمكن أن أقف أمام لجنة من هذا من معناها داخلية، لكن حسب معلوماتي بطبيعة الحال لقاو كل ما يفيد بالشيء هذا. ولكن لأنك نفذت أوامر الوزير الأول لقاوها ما لقاوش لأنه ما تكلمتش في الموضوع حتى مع حد في الموضوع هذا، ولكن على الأقل كما قلنا فما قرار تخذاه في مستوى معين من الحكومة اللي نتحمل فيه مسؤوليتي وكما يتحملها ناس آخرين، ونخلي الأمر مطروح إذا كان هذا هو المشكل الكبير متاع تونس اليوم في الشيء اللي قاعدين عايشينه فأهلا وسهلا. دونك احنا عرفنا زادة اللي كتاب ليلى بن علي فيه بعض الحقائق مش الكل كذب. دونك هل تعتبرها ورقة سياسية معناتها معناتها اللي منع بروز سيد كمال مرجان اللي صار؟ وارد جدا لانه الناس الكل تعرف انه العلاقه ما كانتش معناها ما كنتش من مقربين، ولكن شوف كل انسان يتحمل مسؤوليته في الشيء اللي يقوم به. انا لا يخيفني شيء، انا نعرف شنو الشيء اللي عملته وشنو اللي قدمته لبلادي، ونقولها بكل شرف معناها وبكل ثقه في النفس. 4.5 سنين في وزاره الدفاع الوطني والحمد لله معناها ان شاء الله خليت احسن ذكرى. واذا كان الجيش التونسي اليوم في قام بالواجب نتاعه فما نقولش عندي فيه دور ابدا، ولكن لو كان فما وزير كان فاسد في الجيش واربع سنين ونصف على راس الوزاره كان ينجم يعمل حوايج اخرى. وكيف نشوف اليوم الدور اللي قام به جيشنا الوطني يخليني نكون مرتاح مش فقط على تونس ولا على الجيش، ولكن مرتاح على وضميري مرتاح على الشيء اللي قمت به.